ماتش كان في فيدنا لي 3 بوين كانوا فيدنا ماتش كنا نخرجوا 3-0 4-0 ترانكيل انا باسي واحد 7-8 مينوت ديفيسيل دون الماتش مي خرجنا منها بقينا نكونتروليو الماتش نعسنا فان سونتراج فوت دو ماركاج ماتش نول جوج نقاط طارو خدمنا il faut remercier les arabes ils ont donné tout on a eu les occasions qu'on a عارفين الفتح مزيان on connaissait leurs points forts les points faibles on les a profité ولكن bon هذه هي الكره un point de plus ومن بعد 3 ايام عاود نهضروا حاجه اخرى اوكي نعسنا 2 secondes ماركا فوت دو ماركاج فوت دو كونسونتراسيون ما نعذبوش الفرقه كلها ما يعذبوش لا ديفونس كلها كلهم ما يخدموش ديفونس كلها نص اكسيون مترو كان خصو يماركا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه لنا المباراه كانت مهمه جات من بعد فتره ديال التوقف طويل بطبيعه الحال كنا تنتظروا بان غيكون عندنا مشكل في التنافسيه طلبنا من اللاعبين انهم يكونوا اكثر تركيز مع بدايه المباراه لان الدخول في اطوار المباراه تطلب وقت خاصه ان الفتره ديال التوقف كانت طويله وبالتالي رغم ذلك ارتكبنا بعض الاخطاء في الاول عادي لان ارضيه الملعب ما ساعدتناش ثم ان التنافس تحطم جمالنا وفريق اعتماد كثير على استرجاع الكرة ثم المباغتة وبالتالي ارتكبنا أخطاء تنظن بأن أدينا على ضربة جزاء طلبنا من اللاعبين في الشوط الثاني أن يكونوا أكثر هدوء ونلعبوا اللعب ديالنا الحمد لله استطعنا أن نسجلوا التعادل بالطريقة اللي تم نشتغلوا عليها والطريقة اللي تلعبوا بها بالنسبة لنا الفريق ديالنا كسب واحد الثقة لأن مجموعة ديال المباريات رغم أننا تلعبوا خارج الملعب وتنكونوا متأخرين في النتيجة تنقدروا أننا نرجعوا وبالتالي هذا كله تيتحسب للاعبين تقوي الشخصية ديالهم كل المكتسبات ممكن نبنيو عليهم في المستقبل إن شاء الله ولكن على العموم كنظن بأن التعادل في هذه المباراة منصف الفريق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.